أقامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة دورة تدريبية لمتطوعي جمعية الشفافية الكويتية بعد قرار مجلس الوزراء بمشاركة منظمة المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات ودعما لمبادرات المجتمع المدني في مجال الرقابة المجتمعية ومؤازرة المؤسسات الحكومية في أداء دورها الرقابي. وتستهدف هذه الدورة بناء قدرات المشاركين في مجال ثقافة الشفافية الانتخابية والمسؤولية المجتمعية في جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الممارسات الانتخابية، بالإضافة لتسليط الضوء على مدونة سلوك المراقب الانتخابي. نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة دورة تدريب لمتطوعي جمعية الشفافية الكويتية تزامنا مع مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة انتخابات مجلس الأمة 2023. هذه يمكن السنة الثالثة على التوالي اللي نعمل هذه الدورة ونعقدها في نزاهة. استمرارية هذا العمل بحد ذاته أنا أعتبره نجاح. كثرة وإقبال المتطوعين على التدريب أيضا هذا يعتبر من عناصر النجاح. هدفنا بالنهاية أن نعطي معلومات ووعي أكبر للمتطوعين بحيث أنهم يكونون عندهم معرفة في عملية مراقبة العملية الانتخابية. في التعاون مع هيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة، احنا في كل انتخابات نقيم مثل هذه الدورة، تعريف المتطوعين على الإجراءات وقواعد مراقبة الانتخابات للفريق المحلي، كذلك استعراض قانون الانتخاب وإجراءات الحكومية مثل وزارة الداخلية وإرشاداتها. الدورة تأتي عقب قرار مجلس الوزراء مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات ودعما لمبادرات المجتمع المدني في مجال المراقبة المجتمعية ومؤازرة المؤسسات الحكومية في أداء دورها الرقابي. مشاركة لمراقبة سير العملية الانتخابية بأكملها من A to Z، من التصويت، من دخول الناخبين، من تسهيلات دخول الناخبين، لمراقبة في الفرز وعملية الاقتراع بكاملة والحفاظ على شفافية العملية كلها. هالدورة هذه تطوعية بالتحديد، متابعة الانتخابات ونعد من خلالها إن شاء الله بإذن الله أن تكون هذه الانتخابات نزيهة، ونعد فيها تقارير، وهذا جزء يقدم تقريبا جمعيات النفع العام اللي موجودة في الكويت. ونشكر كذلك رئيس مجلس الوزراء في أن دعم بعض الجمعيات في المشاركة في العملية الانتخابية ومراقبتها. الدورة تستهدف بناء قدرات المشاركين في مجال ثقافة الشفافية الانتخابية والمسؤولية المجتمعية. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.